بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن انا دلوقتي بتكلم من قدام اسم شرطه العالمين في زياره لجنينه احمد فتوح لسه مخلصينها. اول حاجه انا بشكر صراحه كل الناس اللي شغاله في القسم، بدا من مفتش المباحث من رئيس المباحث وزير المامور، ناس كلها على اعلى مستوى من الرفيه والاحترام، ناس بتتعامل. انا شفت تعامل مع ناس هو الاسم العالمين معاملة محترمة جدا تليق بضباط الشرطة وتليق بمواطن المصري. أنا اطمنت على أحمد فتوح الحمد لله بخير، قلت له إيمانك بربنا نمرك واحد، وهنفترض الحادثة دي كنت أنت ممكن رحت فيها فربنا فداك. اثنين، ضميرك من ناحية المتوفى الله يرحمه مطلوب التصالح والدية، وأعتقد إحنا في طريقنا لده إن شاء الله بإذن الله، لأن ربنا لما في القرآن الكريم لو الدية خلاص. نمر التلاتة، يعني أنا مندهش بصراحة. أنا سألته مفيش حد مجلس زارة زارة، لا حسين لبيب ولا أحمد سليمان ولا أتهم ده عمر أتهم ده ولا الواد اللي اسمه هاني شكري ولا اللي اسمه هاني برزي، ما ده لعب في نادي الزمالك مالك، ولا العيال الصغيرة ولا الواد اللي اسمه طارق ولا الواد اللي اسمه زفت الطين دون ولا نزوات باب الطين ولا البت اللي طايحة دي هي وما وأخوها وأختها والعيلة دي كلها، فين هم؟ شيلوا يزوروه، والناس ما عندهمش مشكلة، أنت بتاخد إذن وبتيجي تزور، مفيش مشكلة. يعني أنا متصور بقى إن بعد زيارتي لفتوح الناس كلها بكرة بقى برضو رخامة وعند عيب، والمهم يعني ربنا يفك أزمته، كلنا معرضين لده. وأنا كان يهمني رقم واحد أهل المتوفي يكونوا مرضيين، وأتمنى إنه يتم إن شاء الله أعتقد ربنا يعني من التصالح والتنازل، وبعدين هنروح لسيادة القاضي الجليل، أتمنى أن يرى يعني بعين الرأفة ويشوف إن فتوح ده شاب صغير 23 سنة وزي ابنه من ولاده وكلنا بنلعب. أنا بس لفت نظري مناسبة، يعني أنا عارف إن الكابتن ميدو زملكاوي، جيت زرت فتوح خد غمض الله، فين الرموز؟ ولا حد، فين أيمن يونس؟ ولا الهوا، تيجوا تزوروه ده أنتوا كلكم هنا على بعد أمتار منه كلكم بتسافروا هنا، لا 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 إحنا ما نعرفوش يا جماعة، اللي ما يجيش يبان في الأزمة ما يبقاش عنده أصل. والواد اللي كتب 10 مليون وانا بصراحه جاي استلم ال 10 مليون من الاسم، اي كلام واي اللي بتاع دلوقتي فعلاً. وانا حققت في الموضوع، الاخ رئيس الموقع جاب الولد اللي نزل الخبر، طلع تباين اللي عامل الخبر ده هو المصدر بتاعه ممدوح عباس، مصدره ممدوح عباس. انا بس عايز اقول لميدو حاجه، انا قريت له تعليق كده على صفحته انه ازاي انتوا بتقولوا على هنيه ده شهيد وقعد يشتم في الفلسطينيين، انت ذكر يا تمام، وتقول ان اللي قتل المنسي هو اسماعيل هنيه. طب انا بقول لك بقى معلومه في النيابه وفي المحكمه خلاص، ولو راجل وريني هتعمل ايه، واتعمل فيلم ومسلسل. اللي قتل الشهيد المنسي خيرت سامي السبكي، تاني خيرت الارهابي اللي كان ظابط اسمه خيرت سامي السبكي، مش انا اللي قلت، تحياتي النيابه المحكمه مخابرات امن الدوله، خلي بالك اتعمل فيلم ومسلسل خيرت سامي السبكي. مين خيرت الظابط ده بقى؟ مين هو؟ ابن اللواء اللي كان بيزور الانتخابات من ايام ما كان رئيس مباحث اسمه سامي السبكي. اول ما عرفت من الشركه المتحده اللي معاهم المسلسل ان خيرت ابن سامي السبكي هو كان نائب مدير امن النادي عندنا في الزمالك، طردته فورا. حسين لبيب رجعه مدير امن النادي يميده، لو انت راجل روح اطرده. ده بقى اللي قتل الشهيد احمد منسي، مش انت ذكر وراجل ورجع وراي؟ لو ما كانش خيرت سامي السبكي هو اللي قتل الشهيد احمد منسي، انا هعتذر لك قدام مصر كلها. ارجع بقى للمحكمه، ارجع للنيابه، ارجع للمسلسل المحترم اللي الشركه المتاحه اللي عملته والفيلم اللي اتعمل تمام خيرت سامي السبكي، وارجع لنادي الزمالك. شوف حسين لبيب اللي رجع ابو الارهابي، ما هو لواء ومشربه انه خاين سامي السبكي، انا طردته رجعه مدير امن النادي. يا ذكر روح اطرد اللي قتل
الشهيد احمد منسي. شعب فلسطين شعب محترم، ودام انت مش عارف وجاهل ما تتكلمش في اللي انت مش عارفه. بتمنى يا جمهور الزمالك ربنا يوفقنا ان شاء الله. وانا طبعا قابلت اخونا الشيخ اشرف عزيز، انا برضه مندهش هو ليه بيتشتم، هو ليه لجان حسين لبيب ولجان اسمه ده ممدوح بس بيشتموه؟ الولد ما اعرفش اي حد يقدر يساعد الولد ده عشان يطلع من محنته يتفضل. تاني يتفضل، وانا جاي مخصوص من طبعا الاستاذ مرتضى منصور جاي مخصوص فجر النهارده عشان يزور فتوح، وطبعا ويشرفني ان انا انضم لدفاع احمد فتوح مع المستشار مرتضى منصور. انا بشكرك جدا، انا اللي بشكرك وبشكرك على زيارتك. وهنا ما فيهاش اهلي وزمالك يا جماعه، ما فيش اهلي وزمالك. انا قلت في احمد بلال اللي جاب فينا جوان، احمد جوال ما انا كنت محامي بتاعه، وعلى فكره سيد اشرف كان محامي اول درجه بتاعه، واخد بالك يعني، كان محامي وانا كنت محامي الخصم عنه يعني، عن احمد بلال. قلت له بره يا جمهور الزمالك اطمنوا، في النهايه اللي احنا عايزين نقوله يا استاذ انتشار مفيش اهلي ولا زمالك في موضوع فتوح في المحن. طبعا في المحن، واللي عايز ينضم لينا اهلا وسهلا في المحن، اهلا وسهلا. انا استلمت 9 مليون من 10 مليون دلوقتي في الاسم. لا انت ما استلمتش حاجه، احنا طالعين، احنا بنأدي مهمه ورساله. يعني انا بس بهرج على ممدوح بس اللي مطلع الاشاعه الكاذبه دي. في النهايه بشكرك تاني، بشكر السيد مدير امن مرسى مطروح لان الاسم تبعه، معامله المحترمه جدا جدا من ظباطك بعد ما خدنا تصريح وزرنا فتوح. وانا بشكرك، بشكر ظباطك حاجه راقيه جدا، وشفت بيتعامل ازاي مع مواطنين تانيين مش فتوح بس كده. بشكرك وجمهور الزمالك اقسم بالله العظيم الغمة ستزول قريب جدا جدا، ما دام الباشا وزير الداخليه قال له روح. انت كنت نقطه سوداء في الثوب الابيض اللي موجود، حاجه بصراحه، جاب دول وحمى دول ومشى دول وهدد دول، روحت عشان في وزير داخلية. شكرا.